دولة الإمارات العربية المتحدة هي دولة تبني وما تهدم. دولة الإمارات تمتاز بالعمل الإنساني، قدمت إلى اليمن مساعدات إنسانية تقدر بحوالي ما يقارب 3 مليار دولار من سنة 2015 إلى 2017. هذا دليل على أن هذا العمل الإنساني والعمل الخيري والعطاء هو متمكن في الشعب الإمارات، وعشقهم تقديم المساعدات والأعمال الخيرية. وبنفس الوقت دولة فزعت لجارتها وفزعت للشعب اليمني في تحرير بلاده من السيطرة الحوثية، وأيضا كانت سند للمملكة العربية السعودية في تحرير اليمن وقدمت الشهداء، فكان النصر في عدن وباقي المدن اليمنية وآخرها الحديدة. هذا الفرق ما بين الإمارات والدول الأخرى التي تمول الإرهاب وتدعم الإخوان والحرس الثوري لتنفيذ أجندات الخبيثة، لتنفيذ أجندات أعداء الأمة العربية والإسلامية لمحاولة إسالة الدم العربي. فتحية لكل حكام الإمارات وشعبها على الفزع والتضحية، وما هي غريبة عليكم يا أهل الإمارات، لأن مدرسة زايد مدرسة العطاء والتضحية والفزع.